أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. هذا موعد قضية اليوم، وقضية اليوم بعنوان الدعوة القضائية لوقف تصدير الحديد، والتي أقامتها حركة مصريون ضد الغلاء لوقف تصدير الحديد المصري. حيثيات الدعوة تتضمن أن صناعة إنتاج الحديد من الصناعات الثقيلة المستهلكة لقدر كبير من الطاقة، وأن هذه الطاقة مدعومة من الدولة، ما يعني ذهاب هذا الدعم لجيب المصدر، في حين صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن عمليات تصدير الحديد تعد أخطر بكثير من عمليات تصدير الغاز بأسعار متدنية، والتي قامت يعني من أجلها حركات شعبية بغضب عارم خلال الفترة الماضية. إذن ينضم إلي عبر الإنترنت الحوار حول هذا الموضوع الأستاذ محمود العسقلاني، المتحدث الرسمي لحركة مصريون ضد الغلاء ومقيم الدعوة القضائية. سيد محمود، أهلا بك معنا. أستاذ محمود، أولاً يعني ما هي الأسباب التي دعتك لرفع هذه الدعوة، وعلى ماذا تستند دعواك؟ أولاً يجب التأكيد في البداية على أن مواطنون ضد الغلاء قامت بمناهضة كل الأفعال التي تؤدي إلى الاحتكار في فترة وجود المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني السابق، وإحنا كنا بنستهدف من ده انه نحاول نوفر للمستهلك المصري الحديد الذي يتمكن به من بناء غرفه حتى فوق سطوح، حتى يستطيع ان يزوج اولاده. عندنا ما يزيد عن 9 مليون عانس، يعني احد اهم اسباب ازمتهم لا شك انها ارتفاع اسعار مواد البناء الى ارقام فلكيه في ظل وجود الخامات والامكانيات والعماله الرخيصه والغاز الطبيعي الرخيص. كل الامكانيات التي تدخل في هذا المنتج تؤدي الى وجود يعني منتج رخيص، لكن للاسف الشديد يعني بيجري التعامل مع الحكايه بشكل احتكاري. طبعا احنا كنا رافضين تصدير الحديد لانه انت بتصدر غاز مش بتصدر حديد. بتصدر مع الحديد ده عماله رخيصه، بتصدر قوى عامله رخيصه، بتصدر معاه خامات رخيصه، بتصدر معاه كل المدخلات الرخيصة التي من الممكن أن تؤدي إلى أن المستورد يدخم جيبه على حساب المصريين أو على حساب المستهلكين المصريين. يفترض أنه بيقيم مصنع حديد بيستهدف منه الاستثمار في الوطن في بلدنا، فلما يستثمر في مصر أنا ما عنديش أزمة، لأنه في النهاية العائد بتاعه هيدخل في الاقتصاد المصري مش هيخرج. يعني لك أن تتخيل أنه معظم الشركات اللي بتيجي تستثمر في مصر معظمها راس مالها المدفوع في غالب الاحيان بيبقى ثابت، في حين انها بتربح ارباح ضخمه جدا ما بتدورهاش مره تانية في الاستثمار المصري، ما بتدورهاش في الاقتصاد المصري. وبالتالي احنا يعني مش معقوله نفضل نتحمل عوادم المصانع وادخنتها وابخرتها ومشاكلها، وفي النهايه ده يذهب الى جيوب بعض المحتكرين وجيوب بعض المستثمرين. نعم. الذين لا يرغبون في الأصل أنهم يستثمروا في مصر بهدف خدمة المستهلك المصري، ولكن بهدف فقط خدمة أنفسهم، وده مش موجود في أي اقتصاد حر في العالم. الاقتصاد هي علاقة تبادلية ما بين المنتج والمستهلك. يفترض أنا من مصلحتي أن يبقى في كل المنتجين في حالة رواج وفي حالة يعني يكسب ويبقى عنده ارباح، لكن على الجانب الاخر طيب استاذ محمود، يعني استاذ محمود معذره، يعني احنا مش قادرين نفهم، يعني ان نكون مستوردين ومصدرين في نفس الوقت، يعني كيف نكون مصدرين ونستورد في نفس التوقيت؟ معناه ان احنا نحن في حاجه الى هذه السلعه، فكيف نصدرها؟ والله انا يعني عايز اقول لك ان ده في بعض الاحيان بيبقى الهدف الرئيسي منه هو وجود عمله صعبه في ايد بعض المحتكرين، وعلى الجانب الاخر خروج الفلوس، يعني الخروج يعني اولا احنا ما عندناش ازمه دلوقتي في مصر في ان انت تخرج فلوس او تدخل فلوس. الامور بقت سايبه الى حدود غريبه جدا لدرجه ان انت بتصدم بحجم الاموال التي خرجت منذ بدايه الثوره وحتى الان. يعني خلينا نتكلم بصراحه، احنا محتاجين الحديد ده في بلدنا. اللي عايز يستثمر معانا واللي عايز يقيم اي استثمار قوي، الاستثمار في الحديد مش زي الشيبس، انا ولذلك انا باكن كل التقدير والاحترام لاي حد عايز يستثمر في صناعه الحديد، ولكن لا يجب على الاطلاق انه يستغلني ويستغل الاجواء بتاعتي في انه
يملى الدمية عوادم عندي وياخد المنتج بتاعي ويصدره في الخارج. يعني ده ليس له ما يبرره الا انه هو عايز يستفيد من السوق المصري ومن الغاز الرخيص ومن الامكانيات الرخيصه على حساب المستهلكين. اعتقد ان دول الاتحاد الاوروبي اساسا يعني صدرت هذه الصناعات الى الدول الناميه حتى لا تضر ببيئتها. يا سيدي الفاضل، انا اقول لك يعني احدى الشركات العالميه او ثاني اكبر مصنع للاسمنت في العالم اختار مصر وبدا يشتري عدد كبير جدا من المصانع. لك ان تتخيل انه شركه الاسمنت اللي انا بكلمك عليها دي بتحقق ارباح في مصر خياليه، في حين انها في معظم دول العالم، وهي شركه بقول لك ثاني اكبر منتج للاسمنت في العالم، في اي مكان في العالم بتخسر او بتحقق هامش ربح ضعيف، بينما تحقق في مصر ارباح فلكيه تتجاوز ال 150% في بعض الاحيان على باب المصنع. دي مش ربحيه، ده معناه انه في سوق رخوه وفي استغلال للاسف الشديد للحاله اللي فيها البلد من قبل الثوره، مش من حتى بعد الثوره. طيب أستاذ محمود، أرجو أن تبقى معي. ينضم إلي الآن عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية. أستاذ أحمد، بعد أن أرحب بك، يعني قرأنا أن هناك تقارير رقابية أشارت إلى قيام بعض المصريين بتصدير إنتاجهم للخارج للاستفادة من تزايد معدل الطلب العالمي على الحديد والصلب وارتفاع أسعاره العالمية. كيف تتعاملون مع هذا وأنت رئيس شعبة مواد البناء؟ مساء الخير على حضرتك. الأول كل سنة حضرتك طيب. حضرتك، بعض الشركات الحديد اللي اتجهت لتصدير الحديد خلال الست شهور اللي فاتوا للخارج أو لبعض الدول العربية، ده كان بهدف تحقيق توازن ما بين العرض والطلب عشان يقدر يحافظ على الأسعار العالية اللي بيبيع بيها. إن إحنا المفترض إن إحنا كميات الحديد اللي بتنتج في مصر اللي بتقدر بحوالي 6 مليون طن ونص احنا بنستهلكها بالكامل، وبنستورد عليها ما يزيد عن 1,500,000 طن في السنه. ولكن الظروف بعد الثوره انخفضت معدلات الاستهلاك، فالمفروض السوق العرض في عرض وطلب، فالمفروض الاسعار الحديد تنزل، فاتجهت بعض الشركات الكبرى الى التصدير بهدف عدم تخفيض الاسعار داخل السوق المحلي. طيب يعني الهدف الرئيسي، هل ارتفاع اسعار الحديد في مصر سببه تصديره الى الخارج ام هناك اسباب اخرى؟ لا، هو حضرتك زي احتكار الصناعه مثلا، ارتفاع اسعار الحديد في مصر او الاسمنت او صناعه مواد البناء بصفه عامه هو الاحتكار. الاحتكار ما زال موجودا، الممارسات الاحتكاريه ما زالت موجوده. الاداره اللي كانت بتنفذ سياسات البيع. طيب يعني احمد عز مش موجود، هو في غيره ولا ايه؟ هي نفس الاداره موجوده. نفس الاداره هبت موجوده، هي اللي بتحقق المبيعات، هي اللي بتنفذ السياسه، نفس السياسه موجوده، لا تغيير في سياسه الاحتكار في مصر قبل الثوره زي بعد الثوره، سواء في صناعه الحديد او الاسمنت. طيب اذا كان الاحتكار هو السبب في كل هذه المشكله، فلماذا لا تسعى الوزاره المختصه لمنع الاحتكار؟ وقد سمعنا شعارات اكثر من مره بان المرحله القادمه تستهدف منع الاحتكار. لم يحدث حتى الان من اي وزاره او جهه رقابيه من الاجهزه الرقابيه الموجوده انها تدخلت في هذا الملف، واحنا في الحقيقه طالبنا كثير من خلال الشعبه، من خلال الغرفه التجاريه عندنا، طلبنا مقابله وزير التضامن، وبعت لنا رئيس قطاع التجاره الداخليه ورئيس جهاز حمايه المستهلك ومثل حمايه المنافسه، وشرحنا كل الظروف ولم تتدخل اي اجهزه حتى الان. هناك غيابه في الرقابه على الاسواق وعلى المنتجين وعلى جوده المنتج في الوقت الحالي، وانا اسف ان انا بقول الكلام ده. طيب يعني ارجو ان تبقى معي استاذ احمد، وساعود مجددا الى الاستاذ محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركه مصرون ضد الغلاء ومقيم هذه الدعوه القضائيه. استاذ محمود، هناك من يقول ان السبب وراء عوده تصدير الحديد في هذه الفتره يعني هو ركود السوق المحليه بعد الثوره، ما ساهم في توافر مخزون كبير من الحديد ودفع المصانع الى تصديره الى الخارج. اولا دعني اؤكد لك ان الكلام اللي قاله الاستاذ احمد الديني ده كلام بالغ الخطوره وكلام مهم جدا، تستطيع ان تصفه بوصف اخر انه تعطيش ايجابي، بمعنى ان هو بيحاول يعطش السوق المصري
بانه يصدر، لان هو ممكن يعطش بانه يحجب السلعه عن السوق. هو حاليا برضه بيحجب السلعه عن السوق، ولكن بيحجبها بشكل معاكس بانه بيصدرها للخارج. ممكن يصدرها على فكره باسعار ارخص بكتير جدا من السوق المصري، وما عندوش ازمه، لانه هو عايز في النهايه يحافظ على يثبت الاسعار في مصر عند حدود معينه، زي على طريقه الناس اللي بيرموا القمح في البحر في بعض الاحيان عشان سعره يرتفع، او في ناس بيرموا البيض في بعض الاحيان عشان سعره يرتفع. هو بيعمل الكلام ده، بيرمي الحديد اللي عنده في بحر الاقتصاد الخارجي عشان سعره يفضل ثابت في مصر ويحافظ على السعر. الامر اللي قاله الاستاذ احمد الزيني ده كلام بالغ الاهميه ويجب ان ينظر اليه، لانه احنا عمالين نتكلم على ان احنا عملنا ثوره بهدف انها تنتصر للعداله الاجتماعيه. هذه العداله الاجتماعيه لن تتحقق الا بوجود تجاره عادله. قلنا الكلام ده مليون الف مره، وعمالين نقول الكلام ده من الصبح لغايه الليل، وبنناشد الحكومه نقول لها يا جماعه ارحمونا، لابد ان تكون هناك تجاره عادله. وده معناه ان انت لازم تعدل قانون حمايه المنافسه ليصبح قانون التجاره العادله. احنا ناقلين يا سيد الفاضل قانون حمايه المنافسه المصري، قانون منع الاحتكار، ناقلينه من القوانين الاوروبيه والبريطانيه. قانون التجاره الحره في بريطانيا بيعمل منافسه. هم حتى هذه اللحظه مش عايزين يعملوا الكلام ده. اللي كانوا بيشغلوا القانون وكانوا بيعدوه لمصلحتهم دخلوا السجن، كلهم دخلوا السجن. رجال الاعمال اللي كان من مصلحتهم انهم يعدلوا قانون حمايه المنافسه بما يتواءم مع مصالحهم هم الشخصيه، حاليا وراء القضبان. طب ايه المانع بقى ان احنا نعدل هذا القانون بما يتواءم مع مصالح الجميع؟ انا مش بقول حتى مع مصالح المستهلكين بس، انا رافض اني اتعامل بمنطق ان انا ادافع على طول الخط عن المستهلكين. ما انا في النهايه انا محتاج ان المنتج ده يشتغل وتبقى صناعته قويه ويكسب ويحقق ارباح عشان يقدر يستمر في السوق. انا من مصلحتي وجود كيانات ضخمه وقويه تمكنني من ان انا اعمل اقتصاد قوي. على الجانب الاخر لا يجب انها تقوى على حساب المستهلك، انما تضربنيش اسف التعبير يعني على قفايا. يعني ما ينفعش ان انت تاخد مني كل الامكانيات وفي النهايه تلعب بيا في السوق. طيب بالنسبه لمستندك في الدعوه، وهو ان تصدير الحديد يعني يكلف مصر الكثير ويساهم اساسا في دفع عجله الاحتكار الى الامام، في حين ان المفروض بعد الثوره تهاجم هذه السياسه، سياسه الاحتكار. هناك مزايا ايضا للتصدير يا استاذ محمود، كيف يعني نقف في المنتصف حتى لا نفقد هذه المزايا؟ يعني عدم التصدير او الاقلال منه سيخرجنا من المنافسه في السوق العالمي، ثانيا سيوقف ضخ العمله الصعبه للاقتصاد الوطني، يعني هاتان مزيتان مهمتان. انت تستطيع يا سيد الفاضل ان تحقق هذا الكلام بعيدا عن الحديد، تمام، وتستطيع ان تحققه بعيدا عن الصناعات الاستراتيجيه، تستطيع ان تحققه في الصناعات اللي انت زي احنا ما بنصدر بطاطس وبنصدر سلع غذائيه اخرى للعالم كله. لكن انا دلوقتي انا اريد ان اكتفي في السوق المصري الان، وان احدث حاله شبع مش حاله عطش، وبعد كده افضل اطلع اصدر للخارج. لكن انا السوق المصري عندي محتاج، هو متوقف دلوقتي نسبيا. ليه؟ لانه في حاله ارتباك في السوق، في حاله قلق عند الناس. يا سيد الفاضل بقى عقب صدور الحكم على المهندس احمد عز في قضيه رخص الحديد، وبالمناسبه هذه القضيه برضو احنا اللي اقمناها، انا اللي اقمتها وكنت شاهد الاثبات الاول فيها. صحيح. تمام؟ هذه الدعوه بعدها مباشره حصل ارتباك في سوق الحديد، وحصل مشكله، وحصل كلام في البورصه، وحصل كلام في رخص الحديد. احنا بنقول احنا حتى نعيد بناء هذا السوق من جديد، لابد ان نعيد بناءه على اسس قانونيه ومحترمه وعادله. نحن يا سيد الفاضل عطشانين للعدالة، عايزين عدالة، مش عايزين أكتر من الناس تشعر بالعدل. الجميع يشعر بالعدل، أنا لا أطالب بهذا العدل للمستهلكين فقط، ولكن أطالب به لجميع المصريين، مستهلكين ومنتجين وتجار ومصنعين. طيب سيد عسقلاني، هعود أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، وأرجو أن تبقى معي. أستاذ أحمد، يعني نريد أن نتحدث عن دعم الحكومة للطاقة التي تستهلكها هذه الصناعة، لأن نحن سمعنا في الحقيقة أرقام يعني تحتاج إلى دراسة وإعادة نظر.
في الحقيقة احنا طلبنا من الحكومة رفع الدعم عن الصناعات الثقيلة في مصر، ان كان المقصود من دعم هذه الصناعة عندما كانت هذه الشركات ملكا للحكومة، فكانت بتباع بأسعار منخفضة نظرا للدعم، وكان يصل هذا الدعم المستهلك. ولكن منذ سنوات طويلة هذا الدعم يعود على المنتجين ولا يعود على المستهلكين، وطلبنا رفع هذا الدعم وتوجيهه إلى المواطن المصري في صورة تأمين صحي وإقامة مستشفيات والنهوض بالنهضة التعليمية، ولكن لم يحدث هذا حتى الآن. ازاي في دعم ولا يعود على المستهلكين؟ المفروض ان الدعم يعود على المستهلك، ده الهدف من الدعم. يا حضرتك أنا مش عايز أقول لحضرتك إن الحديد في مصر بيتباع عن الأسعار العالمية، أعلى من الأسعار العالمية 100 دولار للطن. يعني مستوى السعر العالمي النهارده في تركيا 680 دولار. الحديد في مصر بيتباع حوالي 760 دولار. رغم هذا الدعم، تركيا ما فيش دعم للطاقة، عمالة رخيصة، النقل أسعاره عالي جدا. إحنا قصدي تركيا العمالة أسعارها عالية، هنا في دعم، في عمالة رخيصة، في كل الخدمات بتتمتع بها بأسعار رمزية. ورغم هذا يا ريتنا كمان احنا ده بيعود ان احنا بناخد الاسعار العالميه، ورغم هذا ان احنا المواطن المصري بيشتري سلعه بزياده عن الاسعار العالميه بنسبه تتجاوز ال 20%. طيب يعني اي جهه من الجهات الحكوميه من وجهه نظرك استاذ احمد مسؤوله مسؤوليه مباشره عن وضع اليه للتحكم في تصدير الحديد الى الخارج مع تعويض المزايا التي تجلبها هذه الصناعة حين تصدر إلى الخارج والتي تحدثنا عنها وهي ضخ العملة الصعبة للاقتصاد الوطني وأيضا الحفاظ على المنتج من خلال المنافسة العالمية في السوق العالمي؟ أنا عايز أقول لحضرتك، عايز أوضح حتة المنافسة العالمية. إحنا بنستورد كعملة صعبة أكتر من اللي بنصدره، فبالتالي أنا مفيش مزايا عندي. لو أنا وقفت التصدير الصبح ما هيبقاش فيه استيراد، لان احتياجنا من انتاج السوق المحلي هيكسر، فبالتالي دي انا ما بستفيدش منها كعمله صعبه. حفظنا على الاسواق العالميه، احنا ما لناش اسواق عالميه للحديد. احنا المفروض هم زمالة الاستاذ محمود ان هم بيخرجوا الحديد باسعار منخفضه عن السوق المحلي عشان يعطش السوق في السوق المصري، وبالتالي يقدر ان هو يمارس ممارساته الاحتكاريه اللي هم متعودين عليها دايما حتى هذه اللحظه. فالمفروض من الحكومه المصريه وزير التضامن ووزير الصناعه ان يصدر فورا قرار بعدم تصدير الحديد او البلت اللي هو احد مشتقات الحديد، عشان النهارده اغطي السوق المحلي، وانا اجبر الشركات ان هو يبقى فيه عرض وطلب، ان يبقى في اقتصاد حر. يعني ما ينفعش احنا بنتكلم عن اقتصاد حر وان انا اطلع جزء من انتاجي بسعر اقل من الاسعار المحليه بهدف تعطيش السوق والمحافظه على ارتفاع الاسعار. نعم. طيب استاذ احمد اعود، المفروض النهارده ان يبقى زمان الاستاذ محمود، احنا بنحمي المستهلك، بنحمي المنتج، المفروض تشكل لجنه حكوميه تدرس تكلفه الانتاج، نشوف نسبة الأرباح العالمية في هذه الصناعة، ونضع نسبة عادلة للمنتج، وسعر أو أقصى حد لنسبة ربح للمستهلك عشان يوصل المنتج بسعر طيب. عادل في النهاية. طيب أستاذ أحمد، أنا هتكلم مع الأستاذ محمود على موضوع هام جدا، هو موضوع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تتصل بهذا الشأن، يعني حركة مصريون ضد الغلاء أو ما يماثلها من الجمعيات غير الحكومية أو الأهلية، ما مدى تأثيرها على قرارات الحكومة في هذا الشأن؟ يعني نحن ونحن نقرأ مثلا تصريح مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأن دعم الطاقة في مصر وصل ل 68 مليار جنيه، منها نحو 50 مليار لدعم مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم بحجة المحافظة على السعر الاجتماعي، وها هو المستهلك كما قال ضيفي الكريمان يعني لا يستفيد مطلقا من هذا الدعم، لا من دعم الطاقة ولا من دعم الصناعة. طيب كيف ستؤثر حركتكم مصريون ضد الغلاء على اتخاذ قرار لصالح المستهلك ولصالح المنتج أيضا؟ أقول لك معلومة مفاجأة. تفضل.
احنا عندنا في شركه اسمها شركه اسمنت اسيوط، اتباعت لشركه عالميه في صناعه الاسمنت. ما زالت هذه الشركه بتاخد متر الطفله ب 15 مليم. انت بتعرف عارف حاجه في مصر اسمها 15 مليم؟ تسمع على المليم؟ متر الطفله ب 15 مليم؟ ب 15 مليم. ما زالت الشركه تتعامل حتى هذه اللحظه بالمليم. بالمليم، عارف مليم يعني ايه؟ يعني شويه تاني هيتعاملوا بعمله اسمها السحلول. يا تراث، تراث طبعا. يعني المليم ده حضرتك ما شفتوش، انا متاكد حضرتك لو عندك 30 40 سنه ما انا مش شايف الصوره حضرتك ما شفتوش. طيب يا استاذ محمود، الناس بتحافظ على التراث، يعني انت زعلان ليه؟ هل معقول ومقبول في هذا الزمن انت كنت بتدي ب 15 مليم فعلا زي ما قال الاستاذ احمد، كنت بتدي بالسعر مدعم الخامات والحاجات دي، يعني عشان في النهايه بترد للمستهلك، انما انت تاخدها ب 15 مليم من عندي وتبيع تعمل عليها شويه مدخلات وتعملها لي ما تكلفش 120 جنيه وتديها لي داخل مصر ب 600 جنيه؟ ده 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 هل مقبول ولا معقول؟ ولا حد يقبله في الدنيا الا اذا كان اهبل، يعني اذا كان اذا 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 هذا الاقتصاد بتاعه بقى. طيب يا استاذ محمود، هنا سؤال هام يتصل بالشان السياسي، يعني نرجع للمشاكل السياسيه والشارع السياسي مره اخرى. انا عايز اقول لك، عايز لانه كله بيوصل على بعضه، انا بس عايز اعرف حاجه. اذا كان كله بيعلق على شماعه وجود احمد عز وسطوته وقوته في عصر النظام السابق، فمصدر القوه ده منين دلوقتي لهذه الصناعه التي لا يستفيد منها المستهلك؟ حكايه الاستثمار والاستحمار. بمعنى هما دلوقتي لما تيجي تكلم حد في الحكومه يروح ماسك لك الشماعه، يا جماعه حتى نحن لا ندير، لا نريد ان ندير مناخ الاستثمار. وانا عمال اقول لهم من زمان هناك فارق كبير ما بين الاستثمار والاستحمار. يا سيد الفاضل استثمر زي ما انت عايز، لكن ما تستحمرنيش. ما ينفعش يعني سياسه الضرب على الافة اللي كانت شغاله من زمان دي يجب ان تتوقف، كفايه كده. يعني انا ما ينفعش ان انا اقعد استحمر في الناس واضحك عليهم، يعني ينفع؟ هل مقبول انت نفسك مندهش من 15 مليم دي؟ والله العظيم انا عمري انا الكسر الفكه عندنا في مصر ما بنعرفوش حتى عند حدود الربع جنيه وال 50 قرش، وما زالت الناس بتاخد ب 15 ب 15 مليم. انا طب اقول لهم اقتراح، نقترح عليهم بقى، عايزين يصدروا حديد يروحوا يصدروا حديد زي ما هم عايزين، بس يصدروه ودون الفرق، يديني الفرق اللي هيصدر بيه. تمام، انا ما عنديش ازمه، يديني الفرق اللي هيصدر بيه ويطلع زي ما هو عايز حديد بره، لكن هو بيلعب. طيب اعود مره اخرى الى سؤالي، يعني ما هي مصادر القوه التاثيريه من منظمات المجتمع المدني على اتخاذ القرار؟ هو احنا المجتمع المدني بامانه شديده عشان نكون صراحة، المعارضه الاقتصاديه في مصر نشأت بعد وجود حركة مواطنون ضد الغلاء أو جمعية مواطنون ضد الغلاء اللي احنا بنتشرف بان احنا موجودين فيها. لكن عايز أقول لحضرتك احنا لوحدينا مش كفاية، جمعيات حماية المستهلك الأخرى في غالب الأحيان هي جمعيات لمجموعة من الشخصيات الطيبة اللي يعني اللي ما بيحبوش يزعلوا حد، ما بيعملوش مشاكل. أنا بكلمك دلوقتي وأنا في إيدي تقرير، في إيدي تقرير حالا وأنا ممكن أطلعه لك وأوريه لك على الهواء، بيقول ان في شركه من شركات الالبان بتغش اللبن بنسبه 25% ميه، يعني بيبيع الميه ليا ب 7 جنيه ونص اللتر. تخيل، انا بكره اطلع الكلام ده على الهواء واوريه لك دلوقتي على مسؤوليتي. تمام، هل ده مقبول؟ وتيجي تتكلم في السوق يقول لك يا جماعه احنا برضو مش عايزين ناذي الناس، وعايزين الناس تشتغل وعايزين الناس تتحرك والناس ده. يعني انا ما عنديش ازمه ان كل الناس تشتغل وكل الناس تكسب وكل الناس تركب هامر وتركب ارقى حاجه في الدنيا، بس مش على، ما تركبش على قفايا، ما تركبش على حساب جيبي انا كمستهلك. احنا حاولنا بقدر الامكان، يعني قضيه احمد عز بداناها لما لقينا انه بيحتكر هيضيف للنسبه الاحتكاريه بتاعته مليون ونصف طن زياده بالرخصه بتاعت السويس. احنا كان ده هدفنا، ورحنا قدمنا الدعوه بتاعتنا بهدف تعطيل المليون ونص، لان انا كان هدفي الرئيسي ان احمد عز يتوقف عند هذه النسبه الاحتكاريه ويزودوا نسب الشركات الاخرى عشان تعمل بالانس او تعمل التوازن في السوق. حاولنا نعمل ده بقدر قدر المستطاع، اصبنا واخطانا، لكن اجرنا على الله في النهايه، وبنتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى فيها خير ان شاء الله. مجددا اعود الى الاستاذ احمد الزيني رئيس شعبه مواد البناء بالغرفه التجاريه، وهو معنا عبر الهاتف من القاهره. استاذ احمد، يعني ماذا لو لم يتم ايقاف او التحكم في تصدير الحديد الى الخارج ومنع سياسة الاحتكار؟ هيفضل
بيفضل الوضع على ما هو عليه. اللي كيف؟ انا عايز اوضحه لحضرتك ان انت بتقول احمد عز في السجن حاليا دلوقتي، احمد عز في السجن، بس النهارده احنا رؤساء الاجهزه الرقابيه كلهم زي ما بيقولوا من فلول، يعني كانوا في مواقع وفي نفس المواقع اتبدلوا او اتغيروا، فكل الناس دي اصلا رجال للنظام السابق مش هيقدموا اي جديد في مصر. انا كنت في احد الاجتماعات، انا تاني يوم احدهم كان بيكلمني، انا خرجت من هذا الاجتماع محبط، قلت مش هيحصل جديد في مصر. ليه؟ ايه اللي حصل؟ جمعيات حمايه المستهلك ليس لها اي دور، جمعيات المدنيه ليس لها اي دور، فيش الا جمعيه مواطنين ضد الغلاء اللي يعني بنشكرها جدا على المجهود اللي هي قايمه فيه، يمكن هذه هي الجمعيه الوحيده اللي لها نشاط بس هي منقوص هتعمل ايه ضد كل هذه ومؤثر في مصر. الاذرع الفاسده؟ ما زالت كلها موجوده في كل الاجهزه في مصر، احنا ما قطعناش كل الازرع، انما كل رؤساء الاجهزه وكل الاداريين في كل حته هم رجال النظام السابق وما ايوه، عندهمش بس استعداد انتوا انه يكتب. كشعبه مواد البناء بالغرفه التجاريه استاذ احمد، المفروض يكون لكم ورقه اوراق ضغط اكثر من ذلك يعني. يعني احنا يوميا في ضغط في هذا الموضوع، بقول لك حاضر احنا بنبحث وبنشوف، وبعتنا لهم وقالوا لنا تخيل ان الاسمنت في مصر بيباع المفروض لتاجر التجزئه ب 350 جنيه وهم كاتبين سعر البيع للمستهلك ب 565 جنيه. يعني شركات الاسمنت بتعطي لقطاع التجاره الداخليه في وزاره التجاره بيانات خاطئه ووهميه. وبلغنا الوزاره بهذا الكلام ولم يفعلوا شيء حتى الان. طب احنا ايه اللي احنا هنعمله؟ احنا مش جهه رقابيه. احنا بنقدم الدلائل وبنقول في كذا وفي كذا وفي كذا، ويا اجهزه يا حكومه اتدخلوا. محدش اتدخل حتى هذه اللحظه. بس أعتقد سعر الحديد يعني قل في هذه الفترة عن ما كان عليه سابقا. هو حضرتك ده طبقا للسوق العالمي، الحديد سعره العالمي النهارده لا يتجاوز 680 دولار، يعني لا يتجاوز 4000 جنيه مصري. حديد من 48 ساعه او 2 حتى هذه اللحظه كان بيتباع ب 4800 جنيه تسليم مصنع، يعني فرق 800 جنيه في الطن، احنا اعلى من الاسعار العالميه رغم الدعم اللي بتعطيه الحكومه الى هذه المصانع. إذا يذهب هذا الدعم إلى الدول المستوردة وإلى المحتكر المصري بالظبط. في الداخل. للمحتكرين، الدعم ده اللي بيستفيد منه المحتكر، ما بيستفيدش منه مصري. أشكرك. بيعظم أرباحه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نعم. أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية كان معنا عبر الهاتف. وعودة إلى الأستاذ محمود العسقلاني، أسألك سؤال أخير أستاذ عسقلاني، وهو أهم المحاور التي تستند إليها في الوصول إلى حل جذري في هذه القضية مع الجهات المعنية من طرف الحكومة. أولا إحنا بنخاطب الحكومة بكل الصوت ونرسل المكاتبات، ويعني أنا طلبت لقاء وزير الصناعة أكثر من مرة، طبعا هو يعني واخد مننا موقف لأن إحنا مقدمين في بلاغة للنائب العام من أسبوعين تقريبا، لأنه واخد موقف إنه هو رجع قضية الاحتكار الخاصة بالشركات الألبان الثلاثة إلى جهاز حماية المنافسة من جديد، لأن جهاز حكم بأن في ثلاث شركات عملت ممارسات احتكارية. الدور الفعلي الذي كان يجب على الوزير أن يفعله أنه إما أن يجبر هذه الشركات أنها تزيل أسباب المخالفة وتتصالح في المخالفة نفسها، تمام، وبالتالي تنتهي الأزمة، أو أنه يحيل الموضوع ده إلى النيابة العامة. طبعا هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق، لأنه للأسف الشديد الوزير مش فاهم القانون، وهو متخيل ان احنا هنحابي حضرته او هنحابي الحكومه او هنحابي اي حد. احنا من قبل الثوره لا بنحابي وزير ولا رئيس ولا اي حد، لان مصالح المستهلكين فوق كل اعتبار، واحنا مش هنضحي بمصالح الناس حتى نرضي احدا. انا بقول له ارجوك الكلام ما يحتملش تهريج، الحديد لازم يبقى موجود في مصر حتى ولو راكد في في المخازن، يعني حينما تدور عجله الانتاج سوف يستهلك هذا الحديد، وفي اطار الاليات الطبيعيه لما بيحصل ركود المفروض السرعه سعرها ينخفض، لكن للاسف الشديد سعرها بيقول لك ب 4800 جنيه تسليم مصنع، ده معناه ان حضرته حتى هذه اللحظه ما حسش بالازمه لانه بيصدر لبره وبيعرف يصرف منتجاته. في بعض الاحيان قعدوا يقولوا لنا
حكايه الصناعه الوطنيه وحمايه الصناعه الوطنيه. يعني كانت فين الوطنيه دي، او كانت فين الاخت الوطنيه دي لما كنا بنشتري طن الحديد ب 10,000 جنيه؟ هي دي كانت وطنيه ولا كانت حتى مهلبيه؟ يعني لما حبوا يعملوا حمايه على المنتج المصري من الحديد التركي، لما التركي دخل وخلى طن الحديد في مصر ب 2700 جنيه، وصل لحد قد 2700 جنيه من 10,000 جنيه، كانوا فين لما بيتعمل فينا العمايل السوداء دي؟ فين الصناعه الوطنيه؟ هذه ليست صناعه وطنيه ولكنها بالضروره صناعه انتهازيه. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود العسقلاني، المحامي والمتحدث الرسمي لحركة مصريون ضد الغلاء، ومقيم هذه الدعوة القضائية لوقف تصدير الحديد إلى الخارج. كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. بعد الفاصل يأتيكم موجز لأهم الأخبار على رأس الساعة، بعده تتواصل فترتنا الإخبارية، فابقوا معنا.